السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقنية البلوك تشين بقت موجودة كتيرة جدا في حياتنا، موجودة في العقود، موجودة في المستشفيات، موجودة في العقارات. ممكن تسجل العقار بتاعك وتبيع وتشتري، كل الحاجات دي موجود فيها. موجودة في التصويت الانتخابات، موجودة في حقوق الملكية الفكرية، الكوبي رايت. طيب عايزين دلوقتي نركز على فكرة المستشفيات، الرعاية الصحية. طبعا هو موجود في حاجات كتيرة جدا، يعني تتبع الدواء، السجلات الطبية للأفراد. البلوكتشين بيبقى متسجل فيه كل المعلومات ديت، ومحدش يقدر يغيرها، لأن أنت لما تغيرها محتاج إن أنت تغيرها في أماكن كتيرة جدا. تمام؟ يعني ليه؟ البلوكتشين عبارة عن سلسلة من الكتل، موجود المعلومة في أكتر من مكان، مكتوبة موجودة في مليون جهاز. فلو أنت عدلتها في مكان بيبان إن في حد عمل هاكر وغير في المكان دوت. انت محتاج ان انت تخترق كل اجهزه العالم عشان تعدل الكلام والحاجات دي كلها. فدي يعني حتى الان نظريا مستحيل جدا ان حد يخترقها. طيب فالسجلات الطبيه الميديكال ريكورد بيبقى متسجل فيها كل بيانات وتاريخ المرضى، وبحيث ان لو المستشفى كلها حصل لها حاجه لا قدر الله السجلات كلها موجوده. يعني الارشيف في مصر في ميزه ان هو في نسخ كتير جدا، لا ثلاث نسخ مثلا، هنا لا ملايين النسخ. لو حصل حاجه موجوده عند الناس كلها، وكلها متسجله على الانترنت الاف النسخ، فصعب جدا سرقه او اختراق هذه البيانات الشهادات الخصوصيه. تمام؟ فهي البلوك تشين بتوفر لنا الموضوع ده. فاحنا عندنا اكتر من منصه بتعتمد على البلوك تشين لحمايه هويات المرضى ومعلوماتهم. مثلا الميديكال تشين ده بيخزن معلومات المرضى والحاجات دي على البلوك تشين. في موقع مثلا ماي كلينيك بيسمح للمرضى ان هم يحجزوا مواعيد افتراضيه على النت مع الاطباء، ويدفعوا لهم مقابل عمله رقميه خاصه بيهم اسمها ميت توكن. في برضه منصه تانية اسمها جي ام، دي بتشتغل مع السي دي سي او مركز مكافحه الامراض من خلال انها بتحط البيانات الخاصه بتفشي الأوبئة زي كوفيد 19 في البلوك تشين. في مشروع تاني اسمه ميد ريكورد، ده من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا اللي هو الام اي تي، بيأكد ويوثق ويشارك السجلات الطبية للأفراد بين مؤسسات وأطراف الرعاية الصحية. وممكن تستخدم الأندرويد أو الأي أو إس بحيث إن المعلومات بتاعتك تكون موجودة ومتخزنة عليه. تقنية البلوك تشين بيستخدمها في استخدامات كتيرة جدا زي النقل واستخدام الأدوية والمساعدة في التجارب السريرية كلينيكال ترايلز، وتحسين عملية تخزين الأدوية والصيدلية، وتستخدم في منع وجود أدوية مغشوشة في السوق بدون